إذا الأنواع لو إحنا بدنا نصنف الأنواع اللي حكينا عنها كان عندنا روتري versus translation أو linear. إذا الـ actuators ممكن يكونوا روتري وممكن يكونوا translation. لأنه حكينا عن بعض أنواع الروتري. الروتري وكمان الـ actuators ممكن أصنفها electromagnetic. كل الماشينز اللي انتم بتاخذوا الماشينز هي عباره عن الكتروماجنتيك، يعني الستيبر موتور هو الكتروماجنتيك، السيرفو موتور الكتروماجنتيك. في حتى عندنا كمان لينير الكتروماجنتيك اكتويترز. ممكن يكون عندي لينير الكتروماجنتيك اكتويتر بكون عندنا كويلز وعندنا بالداخل يا بيرمننت ماجنت يا قطع حديديه وبتكون هي الايكوفلنت تبعت الاندكشن ماشين. اذا الماشينز او الاكتويترز ممكن تكون الكتروماجنتيك، ممكن تكون نيوماتيك وهيدروليك. وين بنشوف ال عادة الهيدروليك في أي تطبيقات بنستخدمها؟ أشياء ضخمة very very high power، يعني بنحكي مثلا بدنا نرفع شيء 5 طن أو 10 طن، 20 طن ما بنستخدم الكتريكال، بنستخدم عادة بنروح هيدروليك، فهاي هون very high power، very large very high power. أو بدنا accurate positioning. تمام، أوكي، ماشي. بس عادة ال very high power، إذا عندي تطبيقات very high power بدي أرفع سيارة. يعني عندي شاحنه مرات بكون عندنا شاحنه وزنها 20 طن بدنا نرفعها من مكان لمكان مثلا بدنا نعمل عندي بوابه ضخمه مثلا لجسر او شيء بدي ارفعها عاده الافضل اني استخدم هيدروليك بس وين بفضل النيوماتيك على الهيدروليك عشان السيفتي بالصناعات الغذائيه عاده فود اندستريز اذا رحت على مصنع اذا رحت على فارماسيوتيكال اندستري الصناعات الدوائيه والاشياء هاي ما بصير ادخل فيها اصلا هيدروليك تكون كلها نيوماتيك اذا فود اندستريز روح على الجنيدي روح على بعرف شو هو الالبان حموده ولا مش عارف كل الاوتوميشن جواد مخبز جواد هذا راح تلاقي كل الابلكيشنز اللي فيها نيوماتيك او هيدروليك لازم تكون نيوماتيك اذا فود اندستريز فارماسيوتيكلز لكن التطبيقات الاخرى اللي ما فيها مشكله سلامه او مشكله غذاء او شيء بستخدم هيدروليك اسهل اني اتحكم فيه طبعا مشكله الهيدروليك يصير عندي تسرب مثلا بينزل عندي زيت مشاكل لها فيها مشاكل كثيره من هاي الناحيه بس الكنترول اسهل للهيدروليك النيوماتيك مشكلته انه فيري كومبريسبل الهواء كومبريسبل فالتحكم فيه اصعب اذا فود اندستريز فارماسيوتيكلز التطبيق الثالث هذا فيري نوفل اللي هو بيزو الكتريك وهذا طبعا على فيري فيري سمول ستروكس بيزو الكتريك ماجنيتو ستريكتر تمام هاي ابلكيشنز ات فيري فيري سمول ستروكس احيانا اذا انا بدي ابلكيشن احرك مسافه صغيره بالنانومتر او مايكرومتر او بالمليمترز فيري فيري سمول اكتويشن ممكن استخدم بيزو الكتريك اكتويترز من هون بهذه التطبيقات لكن اللي شائع تقريبا بالميد رينج راح استخدم الكتروماجنتيك وطبعا تذكروا انه هذول خصوصا الكتروماجنتيك وهذا مقسمين لروتري وترانزليشن فعندنا مثلا راح يكون في عندي روتري اندكشن ماشين وممكن يكون عندي كمان ترانزليشنال اندكشن ماشين يعني ممكن نعمل احنا نجيب تيوب وبالتيوب هذا نحط بيرمننت ماجنت وحوالين البيرمننت ماجنت احط كويل هي كويل وكمان كويل هون مثلا وكمان كويل طبعا هذا كويل انا رسمته لاني انا عامل كروس سكشن فيه هذا عباره عن كويل وهذا كمان كويل وهذا كمان كويل حاطط لنا في داخل بيرمننت ماجنت هلا اذا شغلت طفيت هذا الكويل وشغلت هذا الكويل ايش راح يصير في الالكتروماجنت؟ في البيرمننت راح يتحرك برد بطفي هذا وبشغل هذا فبقدر احقق حركه خطيه زي فكره السينكرونس موتور لانه هذا بيرمننت ماجنت واذا كانت هاي قطعه فيرو ماجنتيك او كوندكتنج ماتيريال راح يصير بيشبه الاندكشن ماشين ففي عندي لكل واحد من هذول في روتري وفي ترانزليشنال لكل الابلكيشنز الموجوده هون الكتروماجنتيك او نيوماتيك وهيدروليك وحتى كمان هون في عندي اللي عندكم شائعه هون عندكم ترانزليشنال بس في روتيشنال ايكوفلنت ممكن يكون عندي هيدروليك موتور مثلا تمام او نيوماتيك مثلا موتور عندي بلف بنفس الطريقه لكن اللي شائع اكثر انه هذول روتري وهذول ترانزليشنال اخر شيء في الالكتروماجنتيك ما حكيناش عنهم في الروتري الالكتروماجنتيك عندنا ستيبر موتور والسيرفو موتور زي ما حكينا ستيبر موتور هو عباره عن ديجيتال انكريمنتنج موتور عماله بيمشي بخطوات ثابته محدده اللي فيه لو كان دلتا ثيتا وبستخدمه في الهاي اكيوريت بوزيشننج لكن عاده هو لو باور فيري لو باور
يعني نحكي التورك هون بيكون ماكسيمم 3 نيوتن متر 4 نيوتن متر 5 نيوتن متر بهذا الرينج. في حين احنا لما بنحكي هون في الاندكشن ماشينز ممكن اوصل مثلا 100 نيوتن متر 200 300 نيوتن متر فيري فيري هاي ابلكيشنز من هون هاي باور ابلكيشن. والسيرفو موتور هو عباره عن اي سي او دي سي وذ انترنال فيدباك كنترول اند جيرنج. حتى في بعض اللينير اكتويترز بتكون هي بالعاده روتري بس في انترفيرنس ميكانيكال جيرنج تمام زي براكن بينيون مثلا براكن بينيون او هيك اوكي وذ انترنال فيدباك كنترول اند فيدباك كنترول اند جيرنج اوكي. هذه هون تكمله الروتري الكتروماجنتيك ماشينز. اذا هذه اوفر فيو بشكل عام قلنا مقسمين هذول الروتري وترانسليشنال. بعدين هون المقسمين حسب التكنولوجي الالكترو ماجنتيك نيوماتيك هيدروليك وبيزو الكتريك او فلويديك ان كانت تحكي عن هذول الفلويديك. وبعدين عندنا النوعين الاخيرات من الروتري الكترو ماجنتيك الستيبر موتور والسيرفو موتور.